انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة الفيوم والذي نظمه حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال الفعاليات تم عرض فيلم عن إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاريع التي تم افتتاحها. وأكد عدد من النواب والقيادات الشعبية في المحافظة على ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات العملاقة. احنا جينا نقول له ربنا معاك واحنا وراك وسر في بركة الله، وإن شاء الله كل الخطوات اللي جاية هتبقى كلها نمو وازدهار ونجاح إلى النهاية، عشان نقدر نرد على أي ادعاءات خارجية بالنسبة للشعب المصري والقيادة السياسية. إن شاء الله هيبقى في دعم كبير قوي من الشعب المصري. هذا الاستحقاق تحديدا بالذات وهو الانتخابات الرئاسية لانتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يختلف عن أي انتخابات عدت، لأن النهاردة مصر بما تحظى به من أمن واستقرار ومشروعات عملاقة تمت خلال الفترة التسع سنوات السابقة.